في ليسون 3 و 4 طبعا مديني قطعه بتتكلم عن اللي هي جيفنج اوبينيون، تقديم الاراء، ازاي اقول رايي في حاجه. وطبعا الدرس كله بيتكلم عن حاجه اسمها الكتريسيتي، الكهرباء. شوف مجموعه الكلمات اللي عندي في الدرس الثالث، مديني باور سوكت، باور سوكت يبقى عندي كلمه سوكت هنا اللي هي الفيشه، الباور سوكت اللي هي مقبس التيار، المكان اللي بنحط فيه الفيشه بتاعت اي جهاز عندنا اللي موجودة في الحيطة دي بسميها سوكت. اكستنشن كابل، اكستنشن كابل معناها هنا سلك توصيل، سلك أو كابل بنوصله عشان نطول المسافة بتاعة الجهاز ده، هي يبقى اسمها اكستنشن كابل، وصلة سلك. انتراكتيف وايت بورد، انتراكتيف وايت بورد اللي هي بنسميها سبورة تفاعلية زي الوايت بورد بتاعتنا ولكنها تفاعلية، يعني متصلة ب الانترنت ومتصلة طبعا بكهرباء، يبقى اسمها انتراكتيف وايت بورد. بيحصل عندي حاجة اسمها باور اوتيج، باور اوتيج اللي هي انقطاع التيار الكهربي، يبقى عندي باور اوتيج بتساوي باور كات، باور اوتيج يعني باور كات. لما هيجي لي في الأسئلة هيقول لي باور نقط عشان اكمل انا في كلمة اوتيج اللي هي انقطاع او انفصال التيار الكهربي. محتاجين احنا طبعا الكتريستيك كهرباء في بيوتنا عشان اللايتنينج، عشان اللايتنينج دي واحدة من ضمن الحاجات اللي بنحتاج الكهرباء عشانها اللي هي الإنارة أو الإضاءة، لايتنينج. مديني بعد كده الكتريستي اللي هي الكهرباء نفسها، سترينج معناها غريب يعني حاجة انيوجل، حاجة غير عادية تبقى سترينج. اكشلي، اكشلي معناها فعليا أو في الواقع، صادلي فجأة، بلان يخطط أو خطة، discussion discussion بمعنى مناقشة، opinion opinion وبستخدم قبلها حرف الجر in عشان أقول in my opinion من وجهة نظري أو في رأيي، من وجهة نظري أو في رأيي يبقى اسمها in my opinion. electric صفة هنا بمعنى كهربي، transportation transportation اللي هي وسائل المواصلات، bus station اللي هي محطات الأتوبيس، traveling السفر، بارتيكولار بارتيكولار بمعنى خاص او محدد. مديني مجموعه تصريفات الافعال زي مين والماضي منها مينت، اما تيتش الماضي منها توت. بعد كده اهم الاكسبريشنز اللي عندي في الدرس الثالث، وات هابند ماذا حدث لما بسال عن حاجه حصلت في الماضي، سيت ان سيركل لما اقول وي سيت ان سيركل يعني احنا بنقعد في شكل دائري بنعمل دايره، let me guess اتفقنا ان let دايما بيجي لي بعدها مفعول ثم مصدر يبقى اسمها let me guess دعني اخمن، خليني اخمن. agree with يتفق مع شخص، agree with. in my opinion قلنا في رايي او من وجهة نظري، I don't agree عكس طبعا agree اللي هي انا لا اوافق وبتساوي disagree، I don't agree انا غير موافق. يبقى اذا كلمات الدرس الثالث كلها بتتكلم عن قطعه مهمه عندي اللي هي الكتريستي، الكهرباء واهميتها في حياتنا. في ليسون 4 الدرس الرابع تكمله للجزء ده مديني بريك داون، يعني ايه بريك داون؟ معناها يتعطل يعني ستوب وركينج، يبقى كون الحاجه لو قلت ماي كار بروك داون عربيتي عطلت يعني ستوب وركينج توقفت عن العمل. شوكت هنا صفه بمعنى مصدوم، بعد كده مديني بروجرام بمعنى برنامج او يبرمج يبقى هي اسم وفعل، باتري اللي هي البطاريه، روبوت انسان آلي، تشورز تشورز اللي هي الاعمال المنزليه يعني بتساوي هاوس ويرك، بتساوي هاوس ويرك اعمال البيت، شغل ماما اللي بتعمله في البيت من كوي وغسيل وطبخ وتنظيف والكلام ده كله اسمه تشورز، وبيجي لي قبلها طبعا دو ذا تشورز يبقى do the chores يقوم بالأعمال المنزلية. normally بمعنى بصورة طبيعية أو بشكل عادي، humans البشر، quietly بهدوء، uniform زي موحد، pants بنطلون، sadly بحزن، daughter ابنة، great granddad الجد الأكبر، great granddad الجد الأكبر، certainly بالتأكيد، in case في حالة، busily بانشغال جاي من كلمة بيزي مشغول، ليزلي طبعا الظرف من ليزي بمعنى بكسل، كويكلي بسرعة وقلنا عكسها سلولي ببطء. اديني سامري، السامري معناها ملخص
ولذلك انا عندي السؤال في القطعه بيقول لي سمرايز يعني لخص، يبقى سامري اسم بمعنى ملخص او تلخيص، هاويفر بمعنى ومع ذلك، او اقدر اقول عليها ولكن لانها بتساوي كلمه بط، يبقى هاويفر زي بط، بتقوم بنفس الوظيفه، ايوه بتربط بين جملتين عكس بعض هاويفر. اما بالنسبه للافعال مديني فول والماضي فيل فولن، هيت التلاتة زي بعض، هيت 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 بمعنى يضرب أو يصدم. بالنسبة للإكسبريشنز اللي عندي هنا ومهمة جدا لأنها عبارة عن مجموعة أفعال بأسماء. يعني إيه أفعال بأسماء؟ يعني لازم أبقى عارف الفعل المناسب مع الاسم اللي يناسبه. زي إيه؟ زي فيكس ذا كار، لما أقول أي فيكس ذا كار أنا بصلح العربية، وقلنا فيكس هنا أقدر أسويها بكلمات تانية زي مند أو ريبير، يبقى مند يصلح وريبير يصلح، وهنا فيكس بمعنى يصلح. ايرن ذا كلوز، ايرن كلوز معناها بيكوي الملابس، خدنا ايرن قبل كده بمعنى حديد او مكوى او يكوي، يبقى هي هنا فعل بمعنى يكوي، ايرن ذا كلوز بيكوي الملابس. ستوب وركينج يتوقف عن العمل اللي هي معناها بريك داون. ووتر ذا بلانتس، ووتر هنا فعل بمعنى يسقي او يروي، لما اقول ووتر ذا بلانتس يسقي الزرع او النباتات. هيت فود، هيت فود بمعنى يسخن الطعام. فيل ان ذا كار ويز جاز، هنا طبعا فيل ذا كار ويز جاز بمعنى بيعبي العربيه بنزين او يمون العربيه زي ما احنا ما بنقول، يبقى اسمها فيل ذا كار ويز، فيل ويز بمعنى يملا بي. ميك ذا ميلز فور، لو قلت مام ميكس ذا ميلز فور اس، ماما بتجهز لنا الوجبات، يبقى اسمها ميك مع ميل. عامة أي حاجة بعملها في المطبخ بستخدم معها ميك، يبقى ميك ذا فود أو ميك دينر، ميك لانش، ميك بريكفاست، أيضا ميك ميلز، وأقدر أقول له ميك تي أو ميك كوفي. ميك دو ذا تشورز، قلت لك مهمة، مهمة جدا، اسمها دو ذا تشورز، يقوم بالأعمال المنزلية. جو باك يعود أو يرجع. لاي أون ذا كيتشن فلور، لاي أون ذا فلور يعني يستلقي على أرض المطبخ أو ينام في المطبخ. This is awful. This is awful. يعني awful بمعنى فظيع أو مرعب، حاجة bad، حاجة bad، يبقى أقول عليها awful. Change the battery in معناها بيغير البطارية. Go on the internet معناها يتصفح النت أو بيدخل يستخدم النت، يبقى اسمها on the internet، دايما النت أو أي حاجة لها علاقة بالنت هستخدم قبلها حرف جر on. يعني لو ويب سايت اون، بلوج اون، كمبيوتر اون، موبايل اون. ريدي فور يجهز لي او يستعد لي، وبيجي لي بعدها اسم، فاقدر اقول ريدي فور سكول، يجهز نفسه للمدرسه او مستعد للمدرسه. ريدي فور ذا اكزام، بيستعد للامتحان. ات خدناها قبل كده مع فترات يوم محدده زي ات نايت وآت ميد نايت في منتصف الليل. ديسايد تو يقرر ان، ودايما بيجي لي بعدها الفعل في المصدر. ديسايد تو بلاي، ديسايد تو ستادي، ديسايد تو سليب، يقرر ان. لو جينا نطبق على مجموعة الكلمات اللي احنا قريناها دلوقتي، بيقول لي وي نيد الكتريسيتي، احنا محتاجين الكتريسيتي فور اور هومز، وي كانت ليف ان ذا دارك، ما نقدرش نعيش في الدارك، يبقى انا هقول له احنا محتاجين الكهرباء فور لايتنينج، للاضاءه عشان ننور، للاضاءه يبقى اسمها فور لايتنينج. حاجه تانية اعرفها ان فور بعدها اي ان جي، يبقى وي نيد الكتريستي فور لايتنينج. نمبر 2 بيقول لي هنا هيلبس بيبل موف فروم وان بليس تو انذر، الناس بتنتقل من مكان الى اخر باستخدام مين في دول؟ الجلاس ولا تشيس ولا فاكسين ولا ترانسبورتيشن؟ ترانسبورت اقول له طبعا ترانسبورتيشن اللي هي وسائل النقل او المواصلات. There is a power، فيه باور ايه؟ So we can't use our electric kettle، مش هنقدر نستخدم الغلايه بتاعتنا لان فيه باور. احنا ما بصناش في الكلمات خالص، انا سوكت مش قايل هنجهز بالكلمات اسمها باور، باور اوتيج، باور اوتيج. نفهم الجمله بقى، اشمعنى اوتيج ويعني ايه باور اوتيج؟
باور اوتيج اللي هي انقطاع التيار الكهربي، ما فيش كهرباء، كهرباء قطعت. سو وي كانت يوز، مش هنقدر نستخدم اي حاجه كهربائيه، مش هقدر استخدم اي حاجه بتشتغل بالكهرباء. ليه؟ لان في باور اوتيج، انقطاع تيار كهربي. انما السوكت معناها الفيشه. وي نيد ايه من دولت؟ تو يوز الكتريك ابلاينسز ان اور هومز، عشان نستخدم الالكتريك ابلاينسز، الاجهزه الكهربيه في البيت، محتاجين مين؟ هي للدرجات دي صعبة ولا ايه؟ هي للدرجات دي صعبة؟ الكتريستي طبعا، عشان اشغل اجهزة كهربية يبقى انا محتاج كهرباء. My sister helps me. My sister helps me. او my mom do the A. Do the A. She usually washes the dishes. Washes the dishes. يبقى قلنا اسمها do the chores. Do the chores. يقوم بأعمال منزلية، يقوم بأعمال منزلية. قلت مجموعة الأفعال دي مهمة جدا عندي في الدرس الرابع، وكان عندي زيها طبعا مجموعة الكلمات اللي في بداية الدرس الثالث، زي الباور سوكيت أو الاكستنشن كابل أو الباور أو تيج اللي هو انقطاع التيار الكهربي. أما اسم السبورة اللي عندي اسمها انتر اكتيف وايت بورد، بمعنى سبورة تفاعلية. هروح بعد كده طبعا، دي الكلمات الخاصة بليسون 3 و4. الدرس نفسه فين يا سير عشان نفهم أكتر؟ إيه الدرس ده اللي هو الجزء الخاص بالريدنج، قطعة الريدنج اللي موجودة على 3 و4؟ طبعا الشيت الثاني موجود معاك دلوقتي، نزلته أنا في جروب. إن شاء الله ربنا يقضني النهاردة وبكرة أكون ظبطت الدنيا بالنسبه للمذكره. لكن ركز معايا هنا دلوقتي في الشيت اللي قدامك ل 3 و4، الدرس الثالث والرابع. الدرس الثالث والرابع دي الكلمات اللي احنا لسه قاريينها دلوقتي، دي الكلمات اللي احنا لسه شايفينها، اللي هي باور سوكيت، انتر اكتيف وايت بورد، اكستنشن كابل، بالاضافه طبعا لكل كلمات الدرس. طيب فين الجزء اللي عندي في الريدنج؟ اهوت، تابع معايا القطعه، تابع معايا القطعه. الجزء الأول قلت لك القطعة في ليسون 3 بتتكلم عن الكتريستي، الكهرباء وأهميتها في حياتنا. فبيقول لي هنا مريم زي دي ات سكول، جايبها لي على شكل محادثة جميلة كده ما بين بنت اسمها مريم ومامتها بعد ما روحت من المدرسة. مامتها بتقول لها هاي مريم، هاو واز يور داي؟ هاو واز يور داي؟ كيف كان يومك؟ إيه الأخبار؟ عملت إيه النهاردة في المدرسة؟ يومك كان عامل إزاي؟ How was your day؟ بحفظ طبعا الجملة دي في الترتيب. How was your day؟ كيف كان يومك؟ قالت Oh hi mom، أهلا يا ماما. It was a strange day. It was a strange day. كان يوم غريب. It was a strange day. كان يوما غريبا. Actually حقيقة أو بالفعل. بالفعل يا ماما كان يوم رخم يعني، كان يوم غريب. ليه اللي حصل بقى؟ قالت we had a power outage. ها؟ we had a power outage، الكهرباء فصلت في المدرسة. My class and I were looking at the interactive void board. أنا وزمايلي في الفصل كنا بنبص على اللوحة أو السبورة التفاعلية ديت. When suddenly all the information disappeared. لما فجأة كل المعلومات اللي على السبورة disappeared، اختفت. تاني، my class and I were looking at the interactive whiteboard. كنا بنتفرج على السبورة التفاعلية. When suddenly، لما كل حاجة فجأة، كل ال information disappeared. يعني ايه disappeared؟ اختفت، اتمسحت، مفيش كهرباء. مامتها really؟ بجد؟ That's strange. لأ فعلا دي حاجة غريبة. What did Miss Amira do؟ تاني كده، What did Miss Amira do؟ Miss Amira مدرستكم عملت إيه؟ قالت ويل حسنا، First she got an extension cable and tried a different power socket. تاني كده، هي حاولت إنها تجيب extension cable، سلك
اضافي او سلك زياده. ليه؟ عشان تحاول بطريقه تانية من اي باور سوكت تانية تحاول توصل السبوره بفيشه تانية. But that wasn't working either. ولكن ده ما نفعش هو كمان. It wasn't working، لم يعمل، ما كانتش شغاله. وهنا عندي استخدام جديد لكلمه اسمها ايزر. ايه ايزر دي؟ ايزر او ايزر زي نطقها، ايزر او ايزر معناها ايضا، بس ايضا انهين، ايضا في جمله منفيه يا حلوين. يعني ايه يا سير؟ يعني ايزر هنا مكان تو اللي انت متعود عليها اللي بتيجي في نهايه الجمله الخبريه. لما اقول ذات واز وركينج تو، كده تمام. انما كوني بقول هنا ذات وازنت وركينج، لم يعمل، يعني في جمله منفيه، نوت هيت، يبقى اسمها نوت ايزر. اسمها ايه؟ نوت ايزر. تاني نوت ايزر، يبقى ايزر تاتي في نهايه الجمله المنفيه للاضافه. او نو سو ذير واز نو الكتريستي، يعني ما كانش في كهرباء بقى، طالما هي حاولت من باور سوكت تانيه مفيش فايدة يبقى ما كانش فيه كهرباء. There was no electricity، اللي هي بتعني عندي ان there was او we had a power outage. We had a power outage، يعني الكهرباء فصلت، يبقى there was no electricity، ما فيش كهرباء. What happened؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ قولي لي. We could we not we couldn't do the lesson. We couldn't do the lesson، ما قدرناش ناخد الدرس. مس أميرة بلاند اللي المس كانت شرحاه أو مخططاله عشان تشرحه. We couldn't do the lesson، ما أخدناش الدرس. مس أميرة بلاند اللي المس كانت هتشرحه. So ولذلك she asked us all، طلبت مننا كلنا to sit in a circle. تاني إيه؟ To sit in a circle، ان احنا نقعد في شكل دائري، نعمل سيركل. and talk، ونتكلم مع بعض about why electricity is important in our lives، ونتكلم ونناقش موضوع الكهرباء ليه هي مهمة في حياتنا. فمامتها طبعا قالت لها اديني الفرصة بقى يا مريم اخمن لك. let me guess، let me guess، خلينا اخمن واقول ان everyone، يعني انت واصحابك، everyone thought it was important for computer games. اظن انت واصحابك قلتوا ان هي مهمة عشان الكمبيوتر جيمز اللي انتوا بتلعبوها. طبعا دي نكتة، عشان كده مريم بتضحك لمامتها. ها ها actually no، لا يا ماما بجد لا، ما قلناش كده. we all had lots of different ideas. we all had، كلنا كان عندنا lots of different ideas، أفكار تانية مختلفة كتيرة. It was a really interesting discussion، فعلا كانت مناقشة رائعة أو شيقة. ده بالنسبة للدرس الثالث، جزئية الريدنج الخاصة فيه. هقدر أجيب لك جمل ترتيب أو اختياري على الجمل ديت أو punctuation، أو أقول لك اكتب لي عن أهمية electricity وأقول لك how was your day، كيف كان يومك، عشان تقول لي it was a strange day، كان يوم غريب. we had a power outage، كان عندنا انفصال للكهرباء. my class and I were looking at the interactive whiteboard when suddenly the information disappeared. that's strange. what did Miss Amira do? what did Miss Amira do? she got an extension cable and tried different power socket. But that wasn't working. There was no electricity، اللي هي معناها we had a power outage. بعد كده قلنا we couldn't do the lesson، ما قدرناش ناخد الحصة اللي المس بلاند خططت له. So she asked us to sit in a circle. She asked us، أو مس أميرة asked us to sit in a circle and talk about why electricity، ليه الكهرباء is important in our lives. Let me guess، خليني أخمن. Everyone thought it was important for طبعا computer games، أكيد كلكم قلتوا إنها مهمة عشان الكمبيوتر جيمز اللي أنتوا بتلعبوها. We all had lots of different ideas، كلنا كان عندنا أفكار مختلفة.
It was a really, it was a really interesting discussion. كانت حلقة مناقشة رائعة. طيب بعد كده مديني حاجة اسمها children's opinions about electricity، آراء الأطفال بخصوص الكهرباء. ادينا مجموعة آراء من اللي انت وقلتيها انت يا مريم انت وأصدقائك، تعال نشوف بعض الآراء اللي عندي وإزاي بعبر عن الرأي. بنعبر عن الرأي باستخدام الجملة ديت اللي هي in my opinion. يبقى اسمها ايه اللي بيجي قبل my opinion؟ هقول له حرف الجر ان. in my opinion اكتب لي فوق in my opinion، او اعرفها كده ان in my opinion بتساوي I think. يعني اقدر اقول I think عادي او in my opinion الاتنين معناهم اعتقد او في رأيي. في رأي قال هنا electricity is most useful in our free time. الكهرباء دي مفيدة جدا في الفري تايم بتاعنا وقت فراغنا. لأن I love my laptop، أنا بحب اللابتوب بتاعي. I do my homework on it، أنا بعمل واجباتي عليه على اللاب. Then I play video games، وبلعب كمان ألعاب الفيديو with my brother. I love to watch، كمان بحب أتفرج على التلفزيون with my grandma in the evening too، في المساء. رأي تاني قال لي I know that I know what you mean، أنا عارفة أنت تقصد إيه أو تقصدي إيه. I know what you mean but، ولكن. I think electricity is most important for lightning. Okay، electricity مهمة طبعا لللابتوب والجيمز، ولكن أنا شايف إن electricity الكهرباء ديت مهمة لللايتنينج، للإضاءة، محتاجينها عشان ننور نشوف في الضلمة. I don't like the dark، أنا مش بحب الدارك أو الظلام. And we need lights in the evening، بنحتاج طبعا اللايتس الأنوار أو اللمبات in the evening في المساء. يجيب لي جملة يقول لي we need نقط in the evening، أقول له lights. I think electricity is important for طبعا هنا lightning. ردت سلمى وقالت I don't agree، أنا مش موافقة. طيب قول لنا رأيك. I think it's more important in the kitchen. أنا أعتقد إن الكهرباء أكثر أهمية طبعا in the kitchen، في المطبخ. كل واحد بيشوف الكهرباء مهمة بالنسبة لاحتياجاته. فأنا كطالب هي مهمة بالنسبة لي عشان أقدر أعمل الهومورك بتاعي، وكمان أقدر أمارس ألعابي اللي هي الإلكترونية. حد تاني شايف انها مهمة عشان اللايتنينج، لان ما نقدرش نعيش في الدارك. طيب سلمى رأيها بتقول it's more important، هي اكثر اهمية طبعا in the kitchen، في المطبخ. We can't use our electric kettle، مش هنقدر نستخدم الغلاية الكهربية بتاعتنا without electricity. مش لحد الكتل وبس يا ست سلمى، كل الاجهزة، كل الاجهزة الكهربائية اللي موجودة عندي في المطبخ. We can't use them without electricity. Or our blender، حتى الخلاط مش هنقدر نستخدمه. Or our refrigerator، ولا الثلاجة. يبقى دي اللي بسميها electric appliances. We can't use electric appliances طبعا without electricity. What about transportation يا شباب؟ انتوا قعدتوا اتكلمتوا عن computer games و doing homework on laptop، وكمان اتكلمتوا عن اللايتنينج، واتكلمتوا عن أهمية electricity in the kitchen. ماذا عن وسائل المواصلات؟ هي ايه العلاقة يا عم؟ تعال نشوف. What about transportation؟ ماذا عن وسائل المواصلات؟ Some people have electric cars، بعض الناس عندها سيارات electric. And bus stations and airports، وكمان الباص ستيشن، محطات الاتوبيس، والايربورتس المطارات. all كل دول طبعا نيد، محتاجين الكتريسيتي، محتاجين الكهرباء. ده كان بالنسبه لليسون 3 الدرس الاول. تعال نشوف الناس مركزه ولا لا في الليسننج. النقطه الاولى جايب لي المحادثه اللي كانت ما بين البنت ومامتها، مريم ومامتها، اللي بتتكلم عن اهميه الكتريسيتي. نمبر 1 it was a day، هقول له هنا it was a strange. صح كده، وتشغل مخها، الدنيا سهله والله، والله البلس سهل، سهل السنه دي جدا. يبقى هقول له هنا it was a strange day. number 2 they had
نقط باور اوتيج، باور اوتيج باور اسمها اه باور اوتيج، اسمها باور اوتيج، انقطاع تيار كهربي، يبقى اسمها باور كهرباء او طاقة انقطاعها اوتيج، يبقى اسمها باور اوتيج على بعضها في الحفظ. نمبر 3، they were looking at the whiteboard. هي Interactive, الوايت بورد اسمها ايه عندنا؟ اسمها interactive, interactive وايت بورد، سبورة تفاعلية. صاد اللي فجأة all the information disappeared, كل المعلومات والبيانات اللي على السبورة disappeared، طبعا اختفت، disappeared اختفت. طب السؤال الثاني بيقول لي where is electricity most important؟ على حسب ما هسمع بقى، في ناس قالت انها مهمة في اللابتوب وناس قالت الليسننج اللي انا هقوله لك، بقول I think electricity، I think electricity is the most important in the kitchen. يبقى اجابتك هنا هتقول لي فين؟ كيتشن In the kitchen. اللي انا سمعته من السير قال لي كيتشن، هكتب كيتشن. واحد هيقول لي at schools ماشي، at hospitals ماشي، على حسب ما هسمع هكتب المكان. يبقى where is electricity most important؟ كهرباء اكثر اهميه فين؟ على حسب اللي انت سمعته مني in the kitchen. النقطه الثانيه، when do we need lights؟ in the evening. in the evening، امتى بنحتاج اللايتس؟ هنقيد النور امتى؟ in the evening، حسب القطعه. تعالى كمان، يلا. in my اسمها in my ايه؟ Opinion. In my opinion، in my opinion، in my طيب opinion، سيبك سيبك قولين يا سيف. اعملها opinion، in my opinion electricity is most useful in our free time، I love my I do homework. يبقى هقول له I love my ايه؟ I love لابتوب my laptop، انا بحب اللابتوب بتاعي. I do homework on it، بعمل واجبي فيه او عليه. Then I play video، games بلعب له فيديو جيمز with my brother. I love to television، watch to watch television. watch الدنيا حلوة وبسيطة هي، نركز. It was not a day we had a power outage. لما يحصل لي change باور اوتيج يبقى ده يوم غريب، مش change يوم جميل ولا سهل ولا رائع، ده يوم غريب. Strange. The class were looking at the whiteboard. هقول له interactive. interactive. Number 3، when they had a power ايه؟ all the information outage disappeared. outage هقول له هنا outage، outage outage. Excellent، كلام جميل. She got an extension cable، جابت وصلة سلك كهرباء، and tried different power، اسمها power 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 socket، number power C. socket سي طبعا، باور سوكت. فيشة تانية، فيشة تانية. My opinion، N. اقول له ان اسمها كده، احفظها كده طول عمري. In my opinion، من وجهة نظري او في رأيي. Some people have cars، اسمها electric cars، electric cars، electric cars. يلا نرتب. I I know what you mean. excellent. الله ملعلعة يا ريت يا ريجي. عرفت، عرفت ان لما بيبقى الشيت معانا بنبقى مركزين والدنيا حلوة. يلا. I know what you mean، I know what you mean. Number 2، هقول له why، Why electricity is important. نيجي بقى هنا ومش عايز اغلط غلطة الاولاد بتوع سنة الرابعة وبتوع سنة الخامسة. في الترتيب، في الترتيب، في الترتيب، مديني هنا جملة دي بس، مش مديني كلام قبلها زي اللي عندي في القطعة. هنا بيضحك عليا ازاي؟ انا عايز اكون سؤال عادي، اكون سؤال عادي. يبقى انا عندي أداة استفهام، فعل مساعد ثم فاعل. نقولها تاني بقى، why Electricity is electricity important؟ important. why is، Why why is is electricity زي important? ما قلت هنا how was، how was، يبقى اقول له why How is. was your day? How تمام. was your day? نركز شويه كده في الجمله دي، هوريك اختها تانية بترتيب تاني اللي انتوا قلتوه، بس ما ينفعنيش هنا في الجمله اللي قدامي ده، مديني question mark، يبقى اسمها why is electricity important، ليه الكهرباء مهمه. ارجع معايا، هخليك بس تبص على الجمله بترتيبها اللي انتوا قلتوه، اللي انتوا قلتوه. تمام، هنا اهوت. ايوه
ايوه اهي الجمله دي. هنا كانت البنت بتحكي لمامتها وبتقول لها she asked us to sit in a circle and talk about why electricity is important. هنا ما هو السؤال، هنا البنت بتقول المس قالت لنا قولوا ليه الكهرباء بتكون مهمة، ده مش سؤال، في انما اللي حياتنا. عند ايوه دي اسمها جملة متحولة لغير مباشر، المس قالت لنا اعملوا كذا، انما انت الجملة أما قدامك، why الجملة قدامك، electricity الجملة important؟ قدامك أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، ثم تكملت الجملة اللي هي صفة، يبقى اسمها why is electricity important. الجملة اللي بعدها how، هقول له how was How was your your day? day، How was كيف your day؟ كان يومك، يومك كان عامل ازاي. اخر حاجة عندي هنا هقول له they Looking were at how I am looking looking at this at white board. the interactive whiteboard. White board. تمام، ادي الجزء الثالث. تعالى لي ليسون 4، كلمات خدناها في اخر شيت ما كان معاك، اخر صفحتين في الشيت القديم اخدنا كلمات ليسون 4 اللي كان هو بيتكلم. الشيت في السنتر؟ نعم هو الشيت في السنتر؟ ان شاء الله. مديني هنا ذا داي، تمام. ذا داي ذا بيلز بروك داون، ذا داي ذا بيلز بروك داون. تعال نشوف هنا مع بعض جزئية الكلمات الخاصة عندي، وبيقول لي هنا عنوان القطعة اليوم اللي البيلز بروك داون عطلت فيه. ايه البيلز دي؟ ده اسم عندي لمجموعة من الروبوتس اسمها بيلز، روبوتس مسمينها بيلز. تمام، يبقى ذا داي ذا روبوتس بروك داون، اليوم اللي الانسان الالي توقف او عطل فيه. مديني تيربل، قلنا تيربل هنا معناها قفل يعني حاجة وحشة فظيعة. بريك داون يتعطل اللي هي ستوب وركينج. بروجرام قلنا برنامج او يبرمج. ايرن ايكوي شوكد مصدوم. باتري بطارية، كل الكلمات دي احنا قريناها في الدرس الرابع. تعال شوف القطعة الخاصة بيها، بيقول لي ذا داي ذا بيلز بروك داون، اليوم اللي عطلت فيه البيلز زي الاخ بيل اللي قدامنا ده. بيقول لي اتس زير 2089، ها اتس زير 2089 يعني احنا دلوقتي سنة 2089، يصير احنا لسه 2023. ايوه حبيبي انا بكلمك اكننا في المستقبل. تمام، يعني بعد 66 سنة على حسب كلامه هنا في القطعة. اتس زير، اتس زير 2089، احنا سنة 89. And life on earth، الحياة على الأرض is sweet، الحياة على الأرض sweet جميلة زي جمالنا دلوقتي. Humans have easy lives، البشر طبعا عندهم easy life، عايشين حياة سهلة وبسيطة. Because every family has a Bell robot، لأن كل أسرة أصبح عندها دلوقتي a Bell robot، روبوت بيل أو إنسان آلي اسمه بيل. Which works، بيل ده بيشتغل كام ساعة في اليوم؟ 24 hours a day، يعني بيشتغل على مدار الساعة ال 24 ساعة في اليوم، يعني طول اليوم شغال. For them، لهم، عندهم. يبقى إذا الأسر والناس دلوقتي في سنة 89 عايشين حياة ايزي سهلة، لأن كل أسرة عندها روبوت، والروبوت ده هو اللي بيقوم بالأعمال بدلهم. ذا بيل روبوتس، الروبوتس دي الإنسان الآلي do something، هنا do all their chores طبعا، the robots do all their chores، بيقوم بكل الأعمال المنزلية. However، ومع ذلك، on this day، في اليوم ده، a year ago، في يوم، a year ago من سنة، a year ago من سنة، يعني سنة 88، something terrible happened، something terrible happened، في حاجة سيئة جدا حصلت، في حاجة فظيعة حصلت. ايه اللي حصل؟ The day started normally، بدأ اليوم بشكل عادي. In Australia، في استراليا، some bills were ironing clothes، بعض الروبوتس كانت بتكوي الملابس for their humans، للبشر اللي عندهم to wear to work، عشان يلبسوا ويروحوا شغلهم. In Italy، أما في إيطاليا، other bills were quietly making milk shakes، روبوتس تانية كانت بتجهز الميلك شيك مخفوق الحليب طبعا. and others، وآخرين،
وير فيكسينج كارز، وروبوتس تانية كانت بتصلح عربيات. ان ايجيبت بقى في مصر، ذا بيلز وير ميكينج كوشري، البيلز اللي عندنا كانت بتعمل لنا كوشري بس وحشنا. فور ذا نيكست دايز لانش، كانوا بيجهزوا الكوشري لغدا تاني يوم. But then، ولكن حين ذاك في اللحظة ديت أو في الوقت ده، all over the world، all over the world، في كل أنحاء العالم، the noise of the robot suddenly stopped. النويز اللي بيحدثه أو بيعمله الروبوت وهو شغال كله suddenly فجأة stopped، توقف. All the bells، مين البيلز دول؟ الروبوتس. All the bells suddenly broke down، كل أجهزة الروبوتس بروك داون، عطلت. They fell to the ground، أول ما بيعطل fell to the ground، بيقع على الأرض وسقطوا على الأرض. And the lights went out، اللايتس بتاعتهم حتى كمان اللمبات بتاعتهم went out، معناها cut down، خلاص راحت طفت. One family in يعني Alex، سيبك، كان شايفين نور وهم اللي كانوا بينوروا بس. يا حبيبي هو شغال، هو شغال الروبوت شغال بيحدث صوت وكمان مضاء، يعني هو مولع زي لمبة شغالة، عربية شغالة موتورها شغال وقايد النور بتاعها. طيب عطلت العربية، مفيش صوت ومفيش إضاءة، فالروبوت هنا كان شغال، شغال بيحدث صوت اللي هو الضوضاء بتاعه، وكمان بيبقى مضاء، اللمبة بتاعته طفت، يعني خلاص الحجارة فضت، خلصت شطبت. So one family in Alex، أسرة من الأسر في اسكندرية was shocked، صدمت طبعا، انخضت. When they saw their bell lying on the kitchen floor، لما شافت الروبوت بتاعهم مرمي نايم في الأرض. They tried to wake him up، حاولوا طبعا يصحوه. بيل، هنطلع ونرجع نصحيه مع بعض دلوقتي، يلا يا رجال على طول.